هذا في المخاطر المعروفة، أما في المخاطر المستترة فالشباب اللبناني بات عرضة لما يعرف بالمخدرات الرقمية، وهي أشد فتكا من المخدرات التقليدية. ما هو هذا المخدر وكيف نواجهه؟ تقرير خاص لجورج عيد. المخدرات الرقمية صارت بلبنان، وبمتناول أي مراهق أو طفل قاعد ببيته أنه يحصل عليها عبر الإنترنت. المخدرات الرقمية هي برودكت من المخدرات عم يروج له عبر ويب سايت عالمي معروف كمخدرات من نوع جديد. MP3 فايلز بينعملها داونلود عند الانترنت، هال MP3 فايلز فيها نغمات صوتيه غير سمعيه بترسل بيسمعها الانسان بكل دينه بتردد مختلف. هالترددات المختلفه هاي بتحس الدماغ ليعمل برين ويفز، بتاثر على الحاله النفسيه والمزاجيه للانسان، بتخليه يشعر شعور مشابه الى الشعور اللي بيشعر فيه متعاطي المخدرات التقليديه. كل الدراسات والتقارير الطبيه العالميه جزمت واكدت على خطوره هذا النوع من المخدرات. نحن قبل ما توقع الكارثه وكاجراء تحذيري واحتياطي اتفقت مع معالي وزير العدل انه يتم تشكيل لجنه قضائيه لدراسه هذا الموضوع على جميع المستويات، تمهيدا ربما للوصول الى تشريع لحمايه بيوتنا واولادنا. الأسماء المستعملة على الموقع الإلكتروني المروج للمخدرات الرقمية ما بتخفي خطورة البضاعة يلي عم تنبيع، والاسم بمعظم الحالات بدل على المضمون. أما كلفة شراء الملفات وتحميلها على الأجهزة فبتتراوح بين 3 وال 30 دولار، مما بيسهل شراءها وانتشارها بين ذوي الدخل المحدود. خطورة هذا النوع من المخدرات أنه ممكن استخدامه بأي مكان، شرط أنه يكون الإنسان عنده كمبيوتر وسماعات، وبتبدأ عملية التأثير السلبي لهالمخدر على الجسم يلي بتوصف بتشنجات وحركة غير اعتيادية للجسم مثل ما عم نشوف بهالمشاهد. هي حالة إدمان بدون شك. بلشنا عم نشوف حالات، هلا عندنا شخصين عم نعالجهم، تبعية نفسية مش تبعية جسدية، بيتابعوا مع بسيكياتر مع بسيكولوج. بس خطورتها انه عم بتفوت على كل بيت، بطلب عبر الام تي في من الامات من البيات ينتبهوا على خطورتها، الزبزبات عم تضرب الدماغ. برغم انه عدد حالات الادمان على المخدرات الرقميه عند المراهقين بلبنان ما تخطت الحالتين مقابل 200 الف بتركيا، الا انه الجمعيه بتتخوف من انتشار هذه الظاهره اللي بتمتد بصمت وداخل غرف مغلقه واحيانا على بعد امتار من انظار الاهل.